تشاهدون في هذه الحلقة المرأة النازحة وفقدان الأمل بحياة كريمة، مبادرات شبابية ترسم خارطة العمل التطوعي في يومه العالمي. عبير منصر، إرادة تتحدى الإعاقة. جولة إخبارية سريعة نتابع بها أهم أحداث المدينة وأهل المدينة. أقيم في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع. الفعاليات أحيتها عدد من المنظمات والمؤسسات العاملة في المجال التطوعي، وتخللتها فقرات فنية وغنائية جسدت أهمية العمل التطوعي في المجتمع ودوره في ترسيخ روح الانتماء الإنساني وقيم المحبة والسلام. تتواصل في العاصمة المؤقتة عدن حملة نظافة شاملة ضمن جهود حكومية لإعادة تطبيع الحياة في المدينة، وتهدف الحملة وعلى مدى أسبوع إلى رفع القمامة والمخلفات من جميع أحياء وشوارع مدينة عدن بتكلفة إجمالية بلغت 368 مليون ريال بتمويل حكومي. شهدت العاصمة المؤقتة فعاليات فنية وثقافية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. الفعاليات أقيمت بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتخللتها فقرات فنية وثقافية عالجت مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي في بيئة العمل وكيفية الحد منه. مراكز تنمية المرأة النازحة تعاني من الإهمال وتحتاج إلى الرعاية. قضيتنا لهذا الأسبوع، تابعونا. صور شتى للألم والمعاناة ما تزال حاضرة هنا في مخيمات النازحين بعد 4 أعوام من اندلاع الحرب في اليمن. أمهات يبحثن عن ملاذ آمن يقيهن بأس الجوع والخوف ونوائب حرب طاحنة قد تطول إلى أجل غير مسمى. نزحت من الحديدة وخفت طبعا من الصواريخ من الطيارات، من شوية تطلع قنبلة ما أدري من فين، يعني كل حياتنا خوف وكل حياتنا رعب، يعني أتوقع إن الموت ولا الأرعاب دي. إحنا صراحة خوف شديد تضح علينا، خوف إحنا والناس، مش يعني إحنا لحالنا. وأنا صراحة تبهدلت، وأنا بناتي 4 وأبوهم متوفي وما عندي اللي يقودني غير الله عز وجل. ومن مكان لمكان ومن مكان لمكان، لما سمعت على ذا المخيم ناس فاعلين خير جابوني في المخيم ده، والآن أنا ما حد يقودني إلا أرحم الراحمين. لنا يعني 4 شهور لم نستلم من أي مكان سلة غذائية، نتواجه الجوع داخل المخيمات يعني من شدة الحر وكل حاجة، والجوع اللي دخل والمعاناة اللي يحصلها داخل المخيم لم تنفذ لنا أي مطالب من المنظمة. المرأة النازحة في اليمن هي الأكثر تضرراً من الصراع وتبعاته، وتشكل ما نسبته 60% من مجتمع النزوح الذي تجاوز تعداده 4 ملايين نازح وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. حالك احنا هنا يعني زي ما تكون في بيتك، زي ما تكون في مكان أنت اللي كنت فيه بها عايش من زمان، لأن إيش نشوفها صعبة معنا. المرأة ما تقدرش توقف على حيلها، زي أنا معاق أبغى أكل 4 بنات ومعاه 2 بنات، واحدة زوجها عنده إنزلاق في العمود الفقري ومعه غضاريف، والثانية زوجها ممسوس، يعني ساعة مع زوجها ساعة مش مع حد، وبقى بحيرة. أنا أم طبعا، هم أمهات وأنا بنفس الوقت أم، أزعل على بنتي بنت شباب لما تشتغل ببيت تشتغل بأي مكان أزعل عليها. يعني لما يكون معك 10 أطفال من فين تدي لهم بالله عليك؟ تخرج يعني تشتغل ما تجدش هذا العمل، ما تجدش أي حاجة، الصحة تجد يعني الأطفال، سوء التغذية يعني حاد، يعني مرض واسع داخل المخيم، الكوليرا موجود، حمى الضنك موجود، كل شيء موجود داخله. يعني نقوم بمواعاة الناس لكن الصحة لم تتجاوب لنا،
تروح لمستشفى الصداقة يرفضوا يعني معالجة الأطفال، ويعني منظمات تجي لهنا يعني يوعوك يقول لك حريش نجيب لك يعني لم يستقبلونا بأي حاجة. مراكز تنمية المرأة النازحة التي تم إنشاؤها مؤخرا في المحافظات المحررة لم تؤتى ثمارها بعد لأسباب كثيرة، منها غياب الدعم وضعف الإمكانيات وتزايد الاحتياجات في ظل نزوح متدفق. المركز يعمل دورات تدريبية تأهيلية لعدد أكثر من 200 امرأة. طبعا معنا احنا في حاجات أنجزناها، عملنا أول شيء إنجاز عملنا المركز وجبنا بعض من المواد الذي احنا نعمل فيه بها الدورات التدريبية. معنا احنا طبعا مكائن عشان نعمل دورات الخياطة، تقريبا معنا احنا معمل البخور والمخمريات كمان موجود مكتمل، معنا احنا صف محو الأمية غير جاهز. هذه تعتبر من المعوقات اللي موجودة داخل المركز أساسا. هذا المركز محتاج خيوط، محتاج شرايط، محتاج مقصات، محتاج قماش أقمشة، يعني محتاج حاجات كثير ناقصة. طبعا أنا ما شاء الله خياطة محتاجة كل حاجة، في كمان مسدسات يصلحوها للزين، في الفساتين، في الأرواب، في الجلبيات، يعني محتاج حاجة، ما في أي حاجة. نجي على 2 جلبيات، على 3 جلبيات رايحين فيها راجعين فيها، ما فيش يعني. طبعا أنا معلمة البنات ذولا، والبنات ذولا طبعا يبغوا حاجات أعلمهم عن حاجات، مش يشيلون حاجات جديدة عشان فيها رغبة وفيها للناس، يعني لما يشوفوا حاجة مليحة يرغبوا. رغم عزيمة المرأة النازحة في التغلب على جراحات النزوح ورغبتها في تحسين وضعها المعيشي، إلا أنها تبقى رهينة الإمكانيات وفرص التمكين الشاملة في واقع قد يطول انتظاره وربما لن يكون قريبا. نرحب بك ضيفا عزيزا في برنامجنا أستاذ عبدو مهذب القائم بأعمال رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين على مستوى الجمهورية. بداية أستاذ عبدو، لو تضعنا أمام واقع المرأة النازحة. المرأة النازحة هي تمثل حقيقة في الأعداد النازحين على مستوى عدن ومستوى الجمهورية اليمنية بنسبة 55-60% من إجمالي عدد النازحين، فهي متواجدة بكثرة، فكثير من أولياء الأسر في مناطق الصراع يعني أرسلوا نساءهم وأخواتهم وزوجاتهم يعني إلى الأماكن الآمنة وظلوا في تلك الأماكن يحفظون ممتلكاتهم وبيوتهم ومزارعهم، فهم أغلب وهم الفئة المستضعفة الموجودة في النازحين، وهم الأغلب يعني تتراوح من بين محافظة إلى محافظة ومنطقة إلى منطقة هذه النسب، لكن في الغالب إجمالي عدد النساء من أمهات وزوجات وبنات وأخوات يصل إلى 60% من إجمالي النازحين في الجمهورية اللي هو 4 مليون وكسور الآن. عدد إجمالي النازحين بالنسمة على مستوى الجمهورية في آخر تقرير أصدرته الشهر الماضي الوحدة التنفيذية 4,054,000 نسمة، يعني نسبة الإناث النازحات في اليمن تعد أكبر من نسبة الذكور. نعم، ويعود في ذلك السبب إلى إرسال أولياء الأسر يعني أسرهم وزوجاتهم إلى الأماكن الآمنة البعيدة عن مناطق الصراع وبقائهم في تلك المناطق لحفظ ممتلكاتهم وبقية أغراضهم الشخصية. هذه المرأة النازحة جاءت إلى هنا أو إلى بقية الأماكن الآمنة والمحافظات المحررة وهي تنتظر فقط تلقي الدعم والمساعدة والهبات من المنظمات والجهات. لا يوجد برامج تأهيل لهذه المرأة، لا يوجد برامج توعية لهذه المرأة، لا برامج الحماية ضعيفة، فممكن أن تتعرض للتحرش، ممكن أن تتعرض للاغتصاب، ممكن أن تتعرض للأذى الجسدي والنفسي، حيث أنها يعني تعاني من حالة نفسية أنها تركت أسرتها وبيتها وأهلها وقريتها ومنطقتها التي نزحت منها. فضعف مثل هذه البرامج، برامج الحماية، برامج التوعية، برامج التأهيل، أوجد يعني مثل هذه المشاكل والحالة النفسية لدى المرأة النازحة. ما هو دور الوحدة التنفيذية تجاه النازحين بشكل عام والمرأة خصوصاً؟ الوحدة التنفيذية هي وحدة حكومية دورها يتأتى في المرتبة الأولى هو تأمين هذه الأماكن، أماكن استضافة النازحين كالمخيمات أو غيرها،
بإيجاد أماكن آمنة، أماكن مهيئة مؤهلة، رفع الاحتياجات والفجوات الموجودة في هذه الأماكن والمواقع للمنظمات، للجهات وكالات الإنسانية، بدورها كذلك رفع قواعد بيانات عن هذه الأسر بشتى أسمائها وأنواعها وفئاتها، ليتم التدخل بعد ذلك بناء على رفع الاحتياج الذي ترفعه الوحدة التنفيذية. أستاذ عبدو، ما الذي تحتاجه المرأة النازحة بالذات، وما الذي يقدم بينما ما الذي يقدم لها على أرض الواقع؟ المرأة النازحة هي بحاجة أولا إلى الدعم النفسي. الدعم النفسي مهم جدا، إذ أنها جاءت من منطقة صراع، قد تكون فقدت زوجها، فقدت ابنها، فقدت قريب لها، هدم منزلها، فهي تحتاج إلى برنامج الدعم النفسي، من يعني مما يؤهل هذه المرأة إلى استعادة دورها. النقطة الثانية، تحتاج إلى برامج حماية، برامج توعية شاملة تحمي المرأة من أي مخاطر يهددها. الأمر الثالث، المرأة تحتاج إلى تأهيل، إلى تدريب، إلى فتح مراكز تأهيل لاحتواء الأسرة النازحة، حتى لا تظل الأسرة عالة تنتظر الدعم من المنظمات، من الوكالات الإنسانية، من الجمعيات، من المؤسسات، من فاعلي الخير. فلا بد أن نفكر أن إيجاد مراكز تنمية، مراكز تأهيل لهذه الأسرة، إعطائهم أنواع من سبل العيش لكي تكون الأسرة مساهمة ومعينة لأسرتها في توفير العيش الكريم. مؤخراً هناك جهود تتجه نحو تنمية الأسر النازحة، هل فعلاً هذه الجهود التي اتجهت تؤتي ثمارها؟ هل هناك تنمية للأسر النازحة؟ التدخلات طبعاً في اليمن هو مبني على سلم، واللي يسمى بسلم التدخلات. يبدأ أول هذا السلم بهو الإغاثة، واستمر هذا السلم لفترة كبيرة جداً من عمر الحرب وإطالة الحرب، لكن كون النزوح الآن نزوح مطول ونزوح مستمر ونزوح دائم، إذ أنه لا يوجد أي انفراجة في آليات عودة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم التي نزحوا منها، لابد التفكير الآن من الانتقال إلى السلم الثاني. السلم الثاني اللي هو سلم سبل العيش، ثم بعد ذلك يأتي إلى السلم الأخير اللي هو سلم التعافي والإنعاش المبكر. الآن هناك برامج بدأت لتنتقل إلى موضوع سبل العيش والتعافي المبكر والإنعاش المبكر. هذه البرامج تكونت في بعض المنظمات المحلية، بعض المنظمات الإنسانية عملوا في خططهم في 2019 أو خطة الآن 2020 التي تنظمينها على موضوع تأهيل الأسرة وحماية الأسرة بالدرجة الأولى. فوجدت بعض المراكز المجتمعية أو بعض مراكز تنمية الأسرة كما وجد عندنا في عدن وضلاعج ومأرب وغيرها من المحافظات، هدفها الأساسي هو تنمية هذه الأسرة، وإن كانت هذه المراكز لا تفي بالغرض ولا تلبي الاحتياج الموجود. ما مجالات التنمية المتاحة لمراكز المرأة النازحة في اليمن، ومن هي ومن هن الفئة التي تستفيد من هذه التنمية؟ هذه المراكز هي ضئيلة جدا، مراكز قامت بها جهود منظمات ومؤسسات محلية أو أجنبية، ما زال هناك حاجة كبيرة جدا إلى هذه المراكز رغم قلتها، إلا أنها يعني تؤدي دورا بسيطا في تأهيل الأسر في بعض المجالات الضرورية اللازمة للحياة كالخياطة وصناعة البخور وصناعة المعجنات والتطريز وغيرها من أنواع المهن والحرف التي ممكن للمرأة أن تتعلمها. تظل هناك مشكلة أخرى، وأن مثل هذه الأنشطة، مثل هذه الأعمال، إذا لم يكن هناك برامج تقوم بها هذه المنظمات لاستغلال منتوجات هذه الأسر وتسويقها أو بيعها وتشجيع هذه الأسر على الإنتاج، سننتقل من مرحلة الاعتماد على الآخرين إلى مرحلة الاعتماد على النفس. أستاذ عبدو، من خلال زيارتنا لمراكز التنمية المرأة النازحة وجدنا أن هناك جوانب من القصور، الوحدة التنفيذية ما هي دورها في هذا الجانب؟ القصور هذا كان نتيجته أولاً أنه لا يوجد رؤية واضحة لأمد الحرب، كانت الناس يتحركون على أن مدة الحرب ستنتهي لفترة بسيطة، وكانوا يشتغلون في برنامج الطوارئ. فلما طال أمد الحرب واستمر النزوح، أصبح النزوح مطول وأنهكت المنظمات وكالة الإنسانية، الدعم الكبير هذا يستهلك بلا فائدة. نقول أنه يركز على نقطة، وهي استهلاك هذه المواد، مش بناء هذا الإنسان وبناء هذه الأسر
لتساهم هي في تخفيف هذا الوضع الاقتصادي السيء. فالآن دور هذه المراكز المجتمعية أو المراكز التنمية الأسرة سيخفف كثيرا، لكنه يظل دور ضعيف بحجم عدد النزوح، عدد المخيمات، عدد الأسر النازحة، عدد الأسر المحتاجة إلى تأهيل. فيحتاج حقيقة إلى أن تكون هناك برامج كبيرة جدا تنتشل هذه الأسرة لتقف على قدميها. دورنا كوحدة تنفيذية نحن مهمتنا هو التسهيل لهذه الوكالة الإنسانية وتعريف الاحتياج، تعريف بالاحتياج لهذه الأسر ولهذه مواقع استضافة النازحين لدى الوكالات، وكالة الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، ندلهم على أنه هنا فجوة، هنا احتياج، هنا عندنا بحاجة إلى كذا وهنا بحاجة إلى كذا. فنحن نقيم احتياج هذه المجتمعات، مجتمعات النزوح، ونرفعها لهذه الوكالة ونراقب بعد ذلك أداء التدخلات. هل تمت برامج إنعاش لمراكز المرأة النازحة؟ هل هناك، هل أنتم تبحثون عن مصادر تمويل لهكذا مراكز؟ الوحدة التنفيذية طبعاً هي جهة حكومية وهي ليست منظمة، فهي تراقب عمل المنظمات. لكن في بداية 2020 ونهاية 2019 تم تعاقد مع بعض منظمات الأمم المتحدة اليو إن على أساس إنشاء فكرة اللي هي المراكز المجتمعية وإدارة مراكز تجمعات النازحين لهدف تحسين الخدمات ووصول الخدمات إلى النازحين، وكذلك بناء قدرات هؤلاء الذين يديرون مثل هذه الخدمات، سواء المراكز المجتمعية ولجان المجتمعية ولجان الحماية، مسؤولي المواقع وغيرها، لكي نؤهل هذه الأسر النازحة الوافدة إلى هذه المحافظات أو إلى هذه المناطق لتندمج كليا مع المجتمع من خلال إنتاج منتوجات ومشغولات وأعمال تسهم في تنمية السوق المحلية في المجتمع. إذن لماذا لا يتم، لماذا لا تقومون بعمل سوق مفتوحة لهؤلاء النساء الذي قلت لنا أنكم تعلمونهن الخياطة والمشغولات اليدوية والطهي وإلى ذلك؟ هذه السوق بحيث كل واحدة منهن تقوم بعرض منتجاتها، ممكن أن يساهم بهذه الطريقة برفع مستواهن ولو بنسبة ضئيلة. لماذا لا تقومون بتوفير سوق لهن؟ حاجة السوق الموجودة بإمكان أنه لو وجدت مثل هذه المشاغل وهذه المنتجات أنها تسوق، لأنها هي في الحد ذات قليلة، يعني ليست موجودة بالعدد الكافي. ثانيا حجم الطلب، طلب المجتمع بسبب النزوح أكبر بكثير من حجم العرض. فتشغيل مثل هذه يعني المراكز تنمية الأسرة لو وجدت بكثرة بعد ذلك، ممكن يعني أن نضع بعض المقترحات وبعض الآليات والوسائل التي تسهم في شراء مثل هذه المنتوجات أو هذه الأعمال من الأسر التي تنتجها في مراكز تجمعات النازحين وإيجادها في مركز تسوق شامل. وهذا فكرة رائعة وفكرة جميلة تحتاج حقيقة إلى أن تقام وأن تدار، يعني بموازنة مستقلة وعمل إداري مستقل، لأنه في الأول والأخير أن تشجع تشتري منهم بمبلغ أكثر ثم تبيعها للمستفيدين، يعني إما بنفس المبلغ أو بمبلغ أقل، أساس أنه يكون في نوع من التنافس. أستاذ عبدو، كقائم بأعمال رئيس الوحدة التنفيذية، أنتم كوحدة تنفيذية ما هو الدور الذي تقدموه لمساعدة مراكز المرأة النازحة؟ نحن دعمنا هو من باب إظهار بعض الاحتياجات والفجوات الموجودة في هذه المراكز وتسويقها للجهات الداعمة، لأننا نحن لسنا جهة داعمة، نحن جهة حكومية مراقبة لأداء المنظمات وجهة تدير النازحين. فقط دورنا هو أننا نسوق هذه الفجوات أولا للدولة كدولة والحكومة، ثم الجهات المانحة وكالة الإنسانية المانحة، ندلهم على أن هنا فجوة، هنا احتياج، إن ذلك يأتي تدخل المنظمات وتدخل الدولة كذلك بقطاعاتها المختلفة لتغطية هذا الاحتياج. ما هي أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه مراكز تنمية المرأة النازحة؟ أبرز الصعوبات والتحديات أولا قلة هذه المراكز وكثرة المرأة المتشوقة إلى العمل، إذ أنها ملت من انتظار المساعدة من الغير، فهي تبحث عن أي سبيل من سبل العمل. ولذا تجد بعض الأسر النازحة وهي كظاهرة خرجت إلى التسول، لأنها ما وجدت يعني فكرة تعيلها أو تخرجها من الركود الموجود ومن انتظار السلات الغذائية أو المعونات أو المساعدات أو الخدمات التي تقدم من وكالة الإنسانية ومنظمة الإنسانية. فأكبر عائق هو أننا لا نجد الدعم الكافي لإيجاد مثل هذه المراكز، مراكز تنمية الأسرة، لا نجد
المعدات الكافية لأجل احتواء هذه المراكز. وجدت مراكز لكنها مراكز بدائية، مراكز قامت بجهود من منظمات محلية ومنظمات دولية. تحتاج وتفتقر هذه المراكز إلى رؤى واضحة، إلى توجه واضح من قبل يعني منظمة الأمم المتحدة، من قبل الوكالات الإنسانية، من قبل الدولة كتوجه رسمي، إلى أن تتحول أسر النازحة من أسر مستهلكة إلى أسر منتجة. وفي الختام رسالة أخيرة تودون نقلها إلى المجتمع أو إلى الجهات المعنية؟ رسالة الأخيرة في البداية حقيقة أو في النهاية أشكر قناة بلقيس على دورها واهتمامها الرائع والرائد بالنازحين، وهو دور مشهود لها. كذلك لفتتكم اليوم أو تحدثكم اليوم أم يعني فكرة مهمة جدا، وهي مراكز تنمية الأسرة النازحة، وهي حقيقة لابد أن تتلقفها هذه المنظمات وهذه الوكالات لتضعها في خططها، خطة 2020. كذلك لابد أن تكون الخطة الطارئة أو خطة الطوارئ ل 2020 تركز بالأساس على تنمية الأسرة النازحة وتنمية النازحين، بدل من استهلاك النازحين وإعطائهم بعض الخدمات التي هي استهلاكية، ليتحول النازح من مستهلك إلى منتج معاون ومساعد ومساند في عملية الاقتصادية. رسالة للجهات الداعمة، لابد من التفكير حقيقة بوضع خطط تنتشل النازحين مع المجتمع المضيف. المجتمع المضيف هناك أسر أشد سوءا من النازحين، فلابد أن يكون هناك في نوع من العدالة في التوزيع، من اهتمام بهذه الأسر، أسر مثلا أيتام أو أرامل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. كذلك للمجتمع، هذا النازح الذي جاء إلى هذه المنطقة، هو أولا في الحقيقة نشكركم أنكم تقبلتموهم بصدر الرحب، وهذا كرم منكم ولطيب أصلكم أنكم احتويتم هذه الأسر معكم في مناطقكم وفي بيوتكم وفي مدارسكم وفي أماكنكم العامة. هؤلاء تعرضوا لانتهاك من قبل ميليشيات الحوثي ففروا إليكم وأنتم آويتموهم، فنشكر لكم هذا الفعل وهذا الصنيع. كذلك لابد أن يكون هناك عملية اندماج ما بين النازح والمجتمع، ليصبح النازح جزء من المجتمع، يحافظ على أمن هذا المجتمع، على سلامة هذا المجتمع، يسهم هذا النازح في تنمية هذا المجتمع. أستاذ عبد المهذب القائم بأعمال رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في اليمن، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا لك. مبادرات شبابية ترسم خارطة العمل التطوعي بطابع مدني. لم يكن ديسمبر هذا العام مجرد شعار للتطوع في عدن، بل واقعاً ملموساً ترجمته الأنشطة والفعاليات التطوعية المتنوعة فناً وثقافة وإبداعاً. في مسرح حافون الثقافي جسدت خشبته صوراً فريدة للعطاء والتطوع في عدن بتقديم نماذج ناجحة لتجارب رائدة. مبادرات شبابية اتخذت من الطابع الثقافي سلماً للنهوض بالعمل التطوعي ورسم صورة ناصعة لليمن في ذكرى يوم التطوع العالمي. جيل جديد يتماشى تحضراً مع عصره الحديث ليصنع واقعاً يتناغم مع حاجة المجتمع إلى التعاون والتشارك
خارج الإطار الرسمي والتقليدي. الفقرات الثقافية الفنية الهادفة التي قدمتها الفرق التطوعية والمبادرات الشبابية على مسرح حافون هيأت مناخاً لتعزيز مفاهيم السلام وترسيخ روح الانتماء الإنساني والوطني والمجتمعي. تنوع العمل التطوعي في عدن رسم خارطة جديدة تزيح عن المجتمع معالم البؤس وآثار الحروب وتدفع به نحو دروب العلا والنهوض من جديد. تلاقح الأفكار الشبابية في مختلف المبادرات عكس حكاية عمل ممتد ورغبة متدفقة لإعادة تشكيل الوعي المجتمعي بعيداً عن ثقافة العنف وخطاب الكراهية. لقد استطاعت الأنشطة الشبابية لفرق التطوع الميداني في عدن إيصال الرسائل الإيجابية الهادفة إلى بناء مجتمع مدني طواق للخير والمحبة والسلام. هكذا تعود عدن لطابعها المدني وإرثها الحضاري المتعالي دوماً على الثقافات الدخيلة المتشحة بسواد الكراهية والإقصاء. في الوقت الذي صار فيه المبصرون عاجزين أمام تحديات الحياة، عبر منصر مكفوفة تتحدى الحياة وتواجه صعوباتها. كنت تدرك عبير علي منصر أنها ستكمل بقية حياتها كفيفة. ولدت بنصف إعاقة بصرية بسبب إصابة والدتها بداء الحصبة الألمانية، وفي وقت لاحق فقدت عبير والدتها وما تبقى من بصرها، لكن عمى البصر لم ينفذ إلى البصيرة. ولم تقف الإعاقة البصرية عائقاً أمامها، بل جعل منها نموذجاً للإرادة والعزيمة والتحدي. يعني لما اتولدت أشوف بعين وعين لا، بسبب حصبة ألماني أمي انصابت فيها وهي حامل فيني. ثم حاولوا أنهم يعالجوني، ولكن للأسف عملوا جهدهم أهلي وللأسف ما فيش فايدة. بالنسبة للدراسة طبعا أنا من كنت وعدني صغيرة أشتي أدرس، ولكن ما صار لي الفرصة. درست أول وثاني في مدرسة في منطقتنا في بير أحمد، ثم خلص ما قدرت عاد أكمل بسبب نظري وأجلست. ما فيش حاجة بحياتي إلا كنت أدرس مسجد، يعني حفظ القرآن، وفعلا كنت أجي من الأوائل. حاولت أني أتعالج، ما فيش فايدة. حاولت أني أعمل أي شيء، يعني كنت أشتي أعمل بأي شكل. تطوعت بأكثر من جمعية في البريقة، كان مسح ميداني وكذا، كنت أشوف شوية، كنت أشتغل معهم. ثم أمي توفت وعمري 16 سنة، واعتميت نهائيا، خلاص خسرت عيوني نهائيا من كتر ما زعلت وكده. شك
بدأت دراستها في معهد النور للمكفوفين الانطلاقة الحقيقية لها للانخراط في المجتمع، وبمساعدة من حولها استطاعت عبير منصر أن تحفر لها مكانة في المجتمع العدني قد لا يحصل عليها العديد من المبصرين. حاولت أني أدرس معهد النور للمكفوفين، بصراحة ساعدوني أشخاص، ساعدني أستاذ صالح النادري واحتواني كبنته، يعني هو رئيس اتحاد المعاقين الآن، واحدة اسمها سحر عبد الرغيب كذلك، وخالتي عبير ما قصروا بالمذاكرة، وصح والله قد أشكرهم جزير الشكر، ما قصروا معي وحاولوا أنه يعني اللي تراجع لي واللي توديني المعهد وتجيبني، لأني ما كنتش أقدر أخرج لحالي، كنت في بي خوف اني اخرج في الطرقات وكذا. ثم سنتين درست في معهد النور المكفوفين، الحمد لله كنت اجي من الاوائل، وعلى طول طلعوني الى سادس ودرست برضه، وسابع وثامن مع بعض درستهم وامتحنت، وبرضه كان مستواي عالي جدا. درست تاسع في ثانوية الشعب، ثانوية البنات للشعب، وجيت الأولى على منطقة البريقة عندنا، ثم التحقت للثانوية. الثانوية كانت هي مرحلة أخرى وتجربة جديدة، درست بالشعب لكن ما قدرت أكمل، واجهتني صعوبة جدا، المنهج كان جامد بالذات بأول ثانوي، وكان ما فيش كتب براي، مش عارفة كيف أسوي. تخصصت عبير في دراسة علم النفس رغبة منها في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى وجه الخصوص شريحة المكفوفين الذين باتت تهتم كثيرا لمشاكلهم ومعاناتهم وتتلمس احتياجاتهم الأساسية. طبعا أنا كنت أحلم من أول أني أدرس علم النفس، لأني كنت أتفرج برامج علم النفس في التلفزيون في الإذاعة كذلك، وكنت أشتي أعمل شيء عشان ساعد أخواني المكفوفين، ما كنتش أعرف عنهم حاجة، لا خلصت ثانوية وما كنتش أعرف عنهم أي شيء. خلصت ثانوية ب 2014 تعينت مندوبة المكفوفين في جامعة عدن، ودمجت المكفوفين في الجامعة خريجين الثانوية، وحصلت انتخابات كانت بسيطة جدا، يعني انتخابات أكثر من انتخابات استوت، ما عنديش الفكرة إنهم بينتخبوني، حتى ما فكرت إني أرشح حالي يعني. فجأة لقيت أستاذ أيوب أبو بكر يقول أنا أعلن عبير رئيسة، يعني كايشتو يعملوا لجنة في الجمعية، في مجموعة من المكفوفين اعترضوا، وأنا مش عارفة هذا الموضوع، مش عارفة. المهم اللي صار رفضوا اللي احتج ورجعوا عينوني أمين عام بالدورة الأولى. بالصبر والتحدي تغلبت على معاناة الإعاقة وصعوبات الحياة، وقادتها العزيمة والإصرار إلى رئاسة جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين بعدن، لتكون أول وأصغر امرأة تتقلد هذا المنصب منذ أن تأسست الجمعية في خمسينيات القرن الماضي. كانت تجربة جميلة جداً، صارت الانتخابات وفجأة وانتخبوني من كل المكفوفين بالانتخابات العام، وطلعت رئيسة جمعية المكفوفين، واللجنة الإدارية كانت كثيرة جدا، يعني ما شاء الله مننا مجموعة، وأول مرة أحس أني قد يعني كنت مظلومة من كتر أني سني صغير ومش عارفة إيش أعمل، وكنت حس بنفس الوقت حس بالفخر أني وصلت لهذا الشيء وأني بساعد المكفوفين، بس للأسف انصدمت بواقع يعني وضع الجمعية، ولكن الحمد لله تحدينا الصعاب، وإن شاء الله نقدر نحقق المزيد والمزيد من النجاحات. تنظر
ببصيرة متفائلة إلى المستقبل وتتمنى المزيد من الدعم والرعاية والتمكين لذوي الاحتياجات الخاصة، وتسعى جاهدة إلى تحقيق طموحها في إنشاء مركز دعم نفسي لهذه الشريحة التي تواجه الكثير من الصعوبات وتفتقر لأدنى متطلبات الحياة. أنظر للمستقبل إنه بصراحة فاتح ذراعاته للمكفوفين اللي قادرين إنهم يتحدوا هذه الصعوبات، وقد كلنا خريجين، ومش أني كلنا خريجين هذه السنة، يعني نحلم بإن نحن نتوظف ونكمل ماجستير ودكتورات ونتعين معيدين في الجامعة، لأنه بصراحة نحن مؤهلين، وحلمنا أن الجمعية حقنا تكون أحسن ومستوى التعليم يعني يكون عالي جدا. أما بالنسبة للمستقبل، قد كل واحد يحلم أنه يحقق كل أحلام، وكل واحد من المكفوفين له أحلام، وأنا كمان لي أحلام، أحلم بمشروع مشروع دعم نفسي لذوي الإعاقة كامل. أحلم بهذا المشروع من زمان مش من الآن، وأحلم أني أحقق هذا الشيء ولأساعد إخواني يعني المعاقين بشكل عام أنهم يقدروا يخرجوا من القوقعة اللي هم فيها، لأنه صعب أنه يخرجوا من غير أي إيد تنتشلهم من ظلمتهم. إلى هنا أعزائنا المشاهدين، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. نترككم في أمان الله.